موجز الأخبار من وكالة رمل الأنباء يقدمه أسامة بليبلي. خطى مجلس النواب خطوته الأولى في إخراج اتفاقية السلام مع إسرائيل وادي عربة من الأدراج وضعها على طاولة البحث، حيث وافق على تحويل مذكرة من 14 نائبا إلى الحكومة تطالب بإصدار مشروع قانون معدل لاتفاقية وادي عربة يتضمن إلغاؤها. قرر الملتقى الوطني للنقابات المهنية والأحزاب السياسية ولجنة فلسطين النيابية تشكيل لجنة متابعة للاجتماع الذي دعت له النقابات المهنية أمس لبحث سبل التصدي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. يستمر مواطنون ونشطاء سياسيون وحزبيون لليوم الخامس على التوالي بالاعتصام في محيط السفارة الأمريكية بعمان رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تمكنت مجموعات أمن وقائي إقليم الشمال مساء أمس من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما عددا من القطع الأثرية إثر متابعتهم لمعلومات وردت حول قيام الشخصان بعرض تلك القطع للبيع بمبالغ مالية كبيرة. وإلى الشأن الفلسطيني، تجمع شبان غاضبون الاثنين قرب معبر بيت حانون لمنع الوفد البحريني التطبيعي من الدخول لقطاع غزة، في حين ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وفد جمعية هذه هي البحرين الحقوقي الذي زار إسرائيل والقدس لا يمثل أي جهة رسمية في البحرين، وإنما يمثل الجمعية ذاتها. إلى الأخبار العالمية، عاد وفد الحكومة السورية إلى جنيف أمس لاستئناف محادثات مع وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا بعد غياب استمر أكثر من أسبوع، إلا أن دبلوماسيين غربيين شككوا باستعداده للمشاركة في حوار جاد. شهدت عواصم كل من ألمانيا والبرازيل واليونان أمس مظاهرات واحتجاجات ضد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وردد المحتجون هتافات من قبيل الحرية لفلسطين ونددوا بالممارسات الإسرائيلية ضد المحتجين الفلسطينيين. وأخيرا، في حالة الطقس يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني ramonline.net. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.